بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في هذا المقطع إن شاء الله سأقوم بشرح نموذج التوازن الآني، أو ما يسمى بـ Simultaneous Equilibrium Model ISLM Investment Saving Liquidity Money، وهو من النماذج الذي ما زال يلقى اهتماما من كثير من الاقتصاديين. فسنتعرف بواسطة هذا النموذج على التوازن بين سوقي السلع والنقود الكوموديتي ماركت والموني ماركت بواسطة النموذج التوازن الآني وهو الـ ISLM. تعلمنا في النظرية الاقتصادية مبادئ النظرية الاقتصادية وبواسطة ما يسمى بنموذج تحديد الدخل اللي هو Income Determination Model، اللي تقريبا يعني تحدث عنه كينز باستفاضة في نظريته بأن الانكم ديترمينيشن يتشكل من تفاعل مكونات الدخل الكلي، وهي على النحو التالي: الانفاق الاستهلاكي سي، او ما يسمى بالكونسامشن اكسبنديتشر سي، والانفاق الاستثماري اي اللي هو انفستمنت اكسبنديتشر، ونفقات الحكومه اللي هي جي جوفرمنت اكسبنديتشر، وصافي القطاع الخارجي او السلعي لاكسبورت ناقص الامبورت او اكس ماينس ام. واستخدمنا المتساوي التالي، هذه اللي هي Y الانكم يساوي C consumption زائد investment I زائد government expenditure G زائد X الاكسبورت ناقص الامبورت. وبالتالي الانكم determination model هو يعتمد على هذه المتساوية Y تساوي C plus I plus G plus X minus M. سنهمل هذا الجزء اللي هو القطاع الخارجي، لأن في حديثنا عن الـ ISLM model أو ما يسمى بالتوازن بين سوقي السلع والنقود من جهة والـ Income Determination من جهة أخرى، بيعتمد فقط على هذه المكونات الثلاثة مع إهمال القطاع الخارجي ولو مؤقتا. فـ Y تساوي C plus I plus G هي المتساوية التي سنعتمد عليها. الآن التمثيل البياني للإنكم ديترمينيشن موديل عندي على المحور الأفق الإنكم Y، وعلى المحور العمودي عندي الكونسومشن الاستهلاك والاستثمار ونفقات الحكومة C I و G. الآن هذا الخط المستقيم الذي يقطع الربع الأول من مستوى ديكارت إلى نصفين متساويين، فهي زاوية 45 درجة بس للدلالة على أنه هنا كل النقاط الواقع على هذا الخط اللي هو خط المرجعي متساوية. فعند الآن أول مكون اللي هو الاستهلاك، يمكن التعبير عنه بدالة الاستهلاك C تساوي A زائد MPC في Y، اللي هو بالحالة هاي الاستهلاك يساوي Autonomous Consumption اللي هو الاستهلاك المستقل عن مستوى الدخل أو نسميه حد الكفاءة، زائد الميل الحدي للاستهلاك marginal propensity to consume مضروبة في مستوى الدخل. عندما يتقاطع هذا الخط الأخضر المعبر عن دالة الاستهلاك مع النقطة المرجعية على المحور في الربع الأول، يعني عند هذه النقطة بتكون الادخارات مساوية للصفر. دالة الادخار هي الدالة المقابلة لدالة الاستهلاك، لأنه نفترض افتراض عقلاني بأن الدخل يذهب في قناتين الاستهلاك والادخار، الاستهلاك والادخار، فعند مستويات متدنية من الدخل بكون الادخار سالب في هذه المنطقة، الادخار سالب هنا نقطة التقاطع بتقول لي متساويين، فدالة الادخار تساوي سالب A اللي هي عكس هذه الكمية زائد MPS اللي هي واحد ناقص MPC كما تذكرون. فالميل الحدي للادخار Marginal Propensity to Sell مضروبة في الدخل، فنقطة التقاطع هون هذه النقطة، ونقطة التقاطع هذه النقطة بين الادخارات والمحور الأفق اللي بيدل على الانكم. وبالتالي عندي نقطة A هاي سالب A، A الموجبة، A السالبة، وعندي الآن نقطة التقاطع هذه وهذه
بتدل على انه الادخارات عند هذه النقطة تساوي صفرا، بمعنى اخر كل الدخل كل الانتاج تم استهلاكه بواسطة يعني معبر عنه في دالة الاستهلاك هذه. فهذه النقطة بتقول لي S تساوي صفر و Y تساوي C عند هذه النقطة. يعني عندما تكون الادخارات مساوي صفر بكون مستوى الدخل يساوي مستوى الاستهلاك كله. إذا الآن دخل الاستثمار على الصورة، إيه بنضيف لها بعد عمودي آخر بمقدار الاستثمار، فهذه النقطة الجديدة بتكون بتساوي A زائد I، الفرق العمودي بيناتهم مقدار الاستثمار، وبالتالي نقطة التقاطع هنا بتقول لي على أنه الآن C plus I لم يعد C لحالها، دخلت I على الصورة، وبالتالي الآن هذا الخط المستقيم الأصفر تقريبا أو البني الفاتح بدل على أنه الآن أضفنا إلى الاستهلاك قيمة أخرى اللي هي الاستثمار، وبالتالي نقطة التقاطع هنا بتقول لي على أنه الدخل زاد، فكان عند مستوى Y sub 1 عندما كانت الادخار مساوية لصفر كل الدخل ذهب إلى الاستهلاك، بعد دخول الاستثمار زاد الدخل، وبالتالي الآن أصبحنا عند نقطة Y sub 2 اللي هو الدخل زاد من Y 1 إلى Y 2. هذا Income Determination Model بكل بساطة سنحتاجه في كل شروحاتنا عما يسمى بالتوازن بين سوقي السلع وسوق النقود، بين سوقي السلع والنقود. الآن طبعا هنا السهم هذا بدل على أنه يعني زاد الإنكم من Y1 إلى Y2. التوازن بين الاستثمار والادخار من جهة، ما زال المحور الأفقي بدل على الإنكم، والمحور العمودي بدل على الاستثمارات والادخارات، ودالة الادخار ما زالت كما هي بالتعبير عن اللي هي S تساوي سالب A plus MPS في Y autonomous consumption، لكنه سالب القيمة في هذه لأنه ما فيش عندي دخل، مستويات متدنية جدا من الدخل، والـ MPS marginal propensity to save مضروبة في الدخل. عند الآن هذه دالة الادخار، وبالتالي نقطة التقاطع هنا بين الادخار من جهة ومحور الأفق اللي بدل على الدخل بتقول لي ترى هنا الادخار يساوي صفرا، ما يعني أنه قبل الصفر هذا كانت الادخارات سالبة، هنا الادخارات صفر وتصبح موجبة بعد هذه النقطة. الآن إذا دخل الاستثمار على الصورة، هذا الخط الأزرق بقول لي دخلنا الاستثمار نحن الآن، فالاستثمار عند مستوى I1 هنا I1 بتقاطع مع الادخار عند هذه النقطة، وبقول إنه S في هذه الحالة عفوا تساوي I sub 1، بمعنى آخر إنه عندما دخل الاستثمار على الصورة زاد الدخل، أو عندما زاد الدخل زاد الادخار وانعكس على الاستثمار اللي هو على شكل I sub 1. إذا زاد الدخل أكثر زيد الادخار أكثر، وبالتالي تقاطع بين S من جهة بقية ثابتة على يعني حسب المعادلة هذه، لكن الادخارات زادت بمقدار معين، فأصبحت نقطة التقاطع عند يعني عند هذه النقطة الجديدة واللي هي عند مستوى I sub 2 من الاستثمارات. فكلما زاد الدخل زاد الادخار زاد الاستثمار، وكلما زاد الاستثمار زاد الدخل ويزيد الادخار، فالعلاقة كلها آنية في هذه المنظومة، منظومة الدخل والاستثمار والادخار. فعندي الآن S تساوي I2 عند هذه النقطة. طبعا الآن السؤال البسيط لكنه مهم جدا، بما يتأثر الادخار وبما يتأثر الاستثمار؟ يعني هذا سؤال مهم جدا. الادخار اللي هو الجزء الذي لم يتم استهلاكه من الدخل من الانتاج، والاستثمار هو انعكاس الادخار في الاقتصاد. من البديهي أن يتأثر الادخار بعوامل نفسية،
بعوامل نفسية هائلة لا محال. كل تصرفات أو السلوك الإنساني في المجال الاقتصادي، الاستهلاك والادخار والاستثمار، نفقات الحكومة، الإكسبورت والإمبورت، الصادرات والمستورد، كلها تتأثر بعوامل نفسية. لكن الآن سنحصر تحليلنا فقط بالبعد الاقتصادي وبما يسمى تحديدا بالفرصة البديلة، الـ opportunity cost. الآن معاي 100 دينار في جيبي أنا، إذا كانت أسعار الفائدة عالية إلى حد يعني معقول، فبخسر أنا لمجرد إبقاء 100 دينار، 100 دولار أو 100 ليرة ذهبية على سبيل المثال، بخسر خسارة غير مباشرة ومباشرة، لأنه هاي يمكن استثمارها. فكلما ارتفعت أسعار الفائدة تزداد الادخارات، لأنه يكون عندي حافز اقتصادي حتى أنا أدخر. أوكي؟ فالسؤال الذي يطرح نفسه أنه بما يتأثر، الإجابة تكمن في مفهوم الفائدة اللي هي الـ opportunity cost، أو أن الفائدة بتعكس لما يسمى بالفرصة البديلة الـ opportunity cost لإبقاء الادخارات مكتنزة غير مستغلة. فكلما كانت الفرصة البديلة عالية القيمة، زادت فرصة توجه الادخارات إلى استغلالها في الفرصة المتاحة، ما يعني بأن الادخار هو دالة في الدخل وسعر الفائدة، باعتبار أن هذا المتغير أو هذا المتغير الأخير مقياس للفرصة البديلة، اللي هو سعر الفائدة هو مقياس للفرصة البديلة. وبالتالي يمكن لنا أن نضع الادخار على شكل دالة S تساوي a function of دالة في سعر الفائدة و Y، والعلاقة موجبة بين S و R، بين الادخار من جهة و R من جهة أخرى، وكذلك الأمر S علاقته موجبة مع Y. فكلما زاد Y زادت S، وكلما ارتفعت R اللي هي أسعار الفائدة ارتفعت S. الآن العلاقة بين الادخار والدخل وسعر الفائدة الآن بشكل آني، يرتبط سعر الادخار يرتبط الادخار الآن مع Y اللي هي الدخل، و R إيجابيا، هناك علاقة موجبة بين الادخار و Y والادخار و R، بين الادخار والدخل والادخار وأسعار الفائدة اللي هي opportunity cost الفرصة البديلة. ما يعني بأن الآن إذا الاستثمارات، الادخارات ستذهب إلى الاستثمار حسب النموذج اللي شرحنا قبل قليل، لكن سبحان الله الاستثمارات ترتبط عكسيا مع أسعار الفائدة. كلما ارتفعت أسعار الفائدة تنخفض الاستثمارات، لأنه الآن صاحب رأس المال بفكر بطريقة عقلانية بعيد مجرد عن يعني البعد الديني والعاطفة الدينية. فالفكرة بتقول على أنه إذا كان على سبيل المثال معي 100 دينار، وهناك فرصتان أمام 100 دينار، إما أن أضعها باستثمار بعطيني عادي يعني بعطيني 5% وهو استثمار رائع، لكن فجأة ارتفعت أسعار الفائدة إلى 10% افتراض. هذا يعني أنه هناك خسارة غير مباشرة، ما يعني العقلانية الاقتصادية بتفرض علي أنه 100 دينار أسحبها من الاستثمار اللي بعطيني 5% وأودعها في استثمار آخر بعطيني 10% بصرف النظر عنه اللهم إذا كان قانونيا. فهنا الآن العلاقة أو أن الاستثمار هو دالة أخرى بسعر الفائدة الـ opportunity cost والإنكم اللي هو Y، لكن ارتباطه إيجابيا الآن مع Y الـ R، يعني ارتباطه إيجابي مع Y الدخل لكنها سلبيا مع R. لو بدي أحط على شكل مشتقات جزئية للدلالة على ذلك، فبتكون العلاقة كما يلي في هذه هذه الرموز الآن: partial I partial R اللي هو يعني التغير النسبي في I نسبة إلى R أقل من صفر. معنى ذلك أنه كلما ارتفعت أسعار الفائدة انخفضت الاستثمارات، وبالمقابل partial I partial Y بتقول لي يعني طبعا أكبر من صفر موجبة، بتقول لي كلما ارتفع مستوى الدخل زادت الاستثمارات.
كلما ارتفع مستوى الدخل زادت الاستثمارات، لأن هذا الدخل سينعكس على شكل سيفنج، يعني هنا عندي الادخارات والادخارات ستذهب إلى الاستثمارات. الآن التمثيل البياني لها العلاقة هاي، مهما كانت أسعار الفائدة اللي هي الأوبرتيونيتي كوست أو كلفة الفرصة البديلة المرتفعة، سيكون هناك استثمارات بسيطة وادخارات عالية. وبالتالي المحور الأفقي الآن بيمثل لي الإنكم، المحور العمودي بيمثل لي أسعار الفائدة، وبالتالي الآن هناك عند مستويات أسعار فائدة عالية، كلما اتجهنا أعلى زادت مستويات أسعار الفائدة، فهناك استثمارات، هذا الخط المستقيم البني بتدل على الاستثمارات، وهناك ادخارات، ادخارات الخط الأخضر هذا، هاي العلاقة عكسية وهي علاقة موجبة، علاقة عكسية مع أسعار الفائدة وعلاقة موجبة مع أسعار الفائدة. فبتقول لي أنه تقاطع الآن عند هذه النقطة السيفنج عند هذا المستوى R sub 1 وعندي الانفستمنت I sub 1 عند هذه النقطة، بمعنى آخر يعني حتى عند مستويات أسعار فائدة عالية نسبيا، عالية كثير نسبيا، بيكون هناك ثمة استثمارات بصرف النظر مهما كانت بسيطة. ومبرر ذلك أنه في اقتصاد ما مهما كان مستوى الدخل ومهما كانت أسعار الفائدة مرتفعة، لابد أن يعوض عن الاهتلاكات التي تحدث في رأس المال، سواء كان رأس مال بالبنية التحتية أو بالمصانع وبالآلات وما شابه. الآن إذا انخفضت أسعار الفائدة تزداد الاستثمارات، وبالتالي تتقاطع مع الادخارات عند مستوى آخر. هذا هو الآن التقاطع الثاني، عندما انخفضت أسعار الفائدة معنى ذلك أنه الاستثمارات زادت، زاد الدخل عكست على الادخارات، وبالتالي التقاطع حدث عن نقطة تختلف أعلى من حيث الاستثمارات. إذا انخفضت أسعار الفائدة أكثر وأكثر، التقاطع بين الاستثمار والادخار يحدث عن نقطة متقدمة بالنسبة للاستثمار. ما يعني الآن أنه كلما انخفضت أسعار الفائدة زادت الاستثمارات، انعكست على الدخل زادت الادخارات، وبالتالي نحصل على هذه العلاقة العكسية أو الـ IS curve اللي راح نمثله على شكل هذا الخط الأحمر المتقطع، بتقول لي أنه الاستثمارات IS كلما ارتفعت أسعار الفائدة قلت الاستثمارات، وكلما انخفضت أسعار الفائدة زادت الاستثمارات. ما يعني أني بطلع هالعلاقة هذه IS بأن يمكن تمثيلها على الشكل البسيط التالي اللي هي IS، هذا الخط الأحمر السميك. الآن لو انتقلنا احنا يعني من هذا الشكل المعبر إلى شكل اللي نستخدمه احنا الستاندرد في الثيوري أو النظرية، اللي هو هذا توازن سوق السلع. هنا توازن سوق السلع بين الانفستمنت والسيفين، بين الادخارات الاستثمارات من جهة والادخارات من جهة أخرى. الآن سوق السلع، في سوق السلع يكون الآن I plus G تساوي S plus T، يعني الاستثمارات زائد government expenditure تساوي saving زائد taxes، الاستثمارات زائد نفقات الحكومة تساوي الادخارات زائد الضرائب. الضرائب تمول نشاط الحكومة، T تمول G، و S تمول I، فيتكون الاستثمار عادة وكما ذكرت قبل قليل بس تلميح من مركبتين، الأولى ثابتة وهي I sub A. الـ I sub A بتقول لي أنه هذا الجزء الثابت من الاستثمارات بيعوض عن الاهتلاكات مهما كانت أسعار الفائدة مرتفعة ومهما كان مستوى الدخل منخفض، لأنه إذا أردنا أن يبقى الاقتصاد لابد أن يكون هناك حداً أدنى من الاستثمارات، وهذا الحد الأدنى بصرف النظر شو أسعار الفائدة منخفضة مرتفعة ومهما كان مستوى الدخل هو I sub A.
الجزء المتحرك من الاستثمارات يعتمد أو يرتبط عكسيا مع سعر الفائدة، لذلك ماينس ألفا في R، أي أن الآن I الكلية تساوي I صب A الثابتة ناقص ألفا في R الجزء المتحرك من الاستثمارات. بالتعويض الآن عن S تساوي سالب A زائد MPS في Y، من هون جبناها الآن، هذه S نعوض عنها بهذه القيمة، و I تساوي I صب A ناقص ألفا في R مكان I في هذه، يعني عوضنا الآن S و I في هذه المتساوية، I أصبحت المعادلة هاي و S أصبحت هذه المعادلة، فنحصل على النتيجة التالية إذا ما قمنا بتعويض. بدل S هنا عوضنا هذه القيمة، وبدل I هنا عوضنا هذه القيمة، وبالتالي نحصل على المعادلة الأولى بتقول لي I sub A ناقص ألفا R بدل I الكلية، أرجع عليها للتذكير، I الكلية هذه، لأنه عندي I plus G تساوي S plus T، فبدي أعوض عن I بالمعادلة I sub A ناقص ألفا R، وبدل S بدي أعوض minus A plus MPS، وبالتالي بحصل على المعادلة I sub A ناقص ألفا R زائد G ثابتة تساوي معادلة الادخار سالب A زائد 1 ناقص MPC. الآن الـ MPS بعد إذنكم، الـ MPS هاي عوضت عنها، لأن هي المارجن بروبسنت سيف تساوي 1 ناقص الـ MPC في مبادئ الاقتصاد الكلي، وبالتالي الآن عوضت محل الـ MPS ب 1 ناقص MPC، لأنه في عندي ضرائب، معنى ذلك احنا نتحدث عن ما يسمى بالديسبوزبل انكم أو الدخل المتاح، فعندي Y ناقص T محل Y وT تبقى كما هي. بحركات رياضياتية بسيطة وبفك الأقواس بصير عندي I sub A ناقص ألفا R زائد G تساوي سالب A زائد Y ناقص T، شوي شوي حتى نستوعب كل فكرة فيها إن شاء الله، ناقص T ناقص MPC في Y زائد MPC في T زائد T. لاحظوا لي هذه القيمة، هذه تساوي هذه، G بقيت كما هي، A سالبة بقيت كما هي. الآن في عندي بالقوس واحد مضروب في Y هذه، وعندي واحد مضروب في سالب T هذه، بقي الآن عندي سالب MPC في Y هذه وسالب MPC في سالب T هذه، والآن T تساوي T، وبالتالي لم يكن هناك لا زيادة ولا نقصان عما ورد في المعادلة الأولى. الآن بحركة برضو، يعني نقلنا أشياء إلى الطرف الأيمن من المعادلة، بقيت سالب ألفا R لحالها لوحدها، ونقلنا كل شيء إلى الطرف الأيمن، أصبح سالب I صب A سالب G سالب A تساوي MPC في T موجبة زائد I بقيت موجبة ناقص MPC ناقص MPC في Y، لأنها نقلناها إلى الدقيقة. هلأ هون عندي أنا نقلنا كل إشي، بقيت كما هي، وبالتالي الآن إذا قسمت على سالب ألفا تعطيني هذه النتيجة، تصبح هذه إشارة موجبة، إشارة موجبة، إشارة موجبة، تصبح هذه سالبة، تصبح هذه كلها سالبة، وبالتالي عندي R تساوي تتكون من جزئين، جزء ثابت autonomous part of it اللي هي I sub A زائد G زائد A ناقص MPC في T على ألفا، هذا الجزء الثابت،
والجزء المتحرك اللي هو الـ induced part of R هو 1 ناقص MPC في I مقسم على ألفا. هذا هو الجزء الثابت وهذا الجزء المتحرك من R. الآن مثال بسيط، لنفترض بأن consumption function يساوي 10 زائد 0.75 اللي هي 3/4 في disposable income Y ناقص 5% من Y. هذا نسميه احنا الدخل المتاح لأنه في ضرائب راحت اللي 5% من Y. والإنفستمنت تساوي 100 ناقص 50 R، government expenditure تساوي 100 فهي ثابتة. بالتعويض في المتساوية البسيطة السابقة Y تساوي C plus I plus G، فهي عندي C اللي هي 10 زائد 3/4 في Y ناقص السالب، هاي مضروبة في الموجب، هاي بصير عندي سالب 3/4 ال 5% بصير تقريبا يعني 0.0375 Y زائد الجي ناقص 50 R زائد الجي. الآن بالتبسيط بالنقل إلى كل إشي في Y ننقله إلى الطرف الأيسر من المعادلة تصبح كما يلي: Y ناقص 0.75 Y زائد 0.037 Y تساوي 210 اللي هي المية هذه والمية هذه زائد العشرة ناقص 50 R، ما يعني إنه Y إذا أخذناها عامل مشترك يبقى داخل القوس بصير 1 ناقص 0.75 زائد 0.0375 وتساوي 210 ناقص 50 R، ما يعني بأنه Y تساوي 210 ناقص 50 R على 0.2875 وتساوي 730.43 أو 730.43 ناقص 173.91 من R. هذا هو توازن سوق السلع إلى هذه اللحظة. في سوق النقود يتكون الطلب على السيولة النقدية في سوق النقود من جزئين، يعتمد الأول على مستوى الدخل Y ويعتمد الثاني على R. دعنا نوضح الحكي. الآن liquidity money اللي هو الطلب على السيولة النقدية liquidity money تتكون هي a function أو دالة في Y و R. liquidity الطلب على السيولة النقدية تعتمد على مستوى الدخل وسعر الفائدة. هذا الجزء يعتمد على الدخل وهذا الجزء يعتمد على R. لكن ما هذا هو الجزء؟ ما هذا الجزء وما هذا الجزء؟ يمثل الجزء الأول ال 1Y الطلب على السيولة بدافع إتمام المعاملات من قبل الأشخاص اللي مثلي ومثلك. يعني الآن كل يوم أنا بحاجة إني أشتري مأكولات غذائية، مأكولات، بدي أدفع ثمن الكهرباء، التلفون، أجرة البيت، ثمن البنزين، إصلاحات كذا، فكلها إتمام معاملات اللي هي transaction demand. هذا الجزء الذي يعتمد على الدخل. وهناك جزء على الطلب على السيولة يعتمد على سعر الفائدة اللي بنسميها transaction أو عفوا speculation اللي هو speculative demand أو الطلب بدافع speculation بدافع المضاربة يعتمد على سعر الفائدة. فكلما ارتفعت أسعار الفائدة زادت الopportunity cost وبالتالي بخسر إذا أبقيت على الكاش في جيبي. ما يعني إنه الآن بعتمد الآن liquidity المطلوبة للأغراض speculation على سعر الفائدة. والعلاقة الآن بين liquidity money انطلاقا من مفهوم هذا بيطلع عندي ما يسمى بالLM curve liquidity money curve، علاقة موجبة بين الاثنين. اوكي، شو هي الدالة الآن؟ معادلة سوق النقود. تنشأ معادلة سوق النقود حسب معتقد كينز كما يلي: انه الطلب الحقيقي على liquidity على الماني على النقود حاصل قسمة الطلب على النقود على سعر مستوى الأسعار، فكلما ارتفعت الأسعار كلما زاد الطلب على النقود. ما يعني أنه الآن الطلب الحقيقي M على P طلب حقيقي هو function في الدخل وأسعار الفائدة. هاي الآن يتكون من جزئين، جزء مشان transaction demand K، هذا عبارة عن جزء بسيط من الواي،
ناقص كل ما ارتفعت أسعار الفائدة بقل الآن الطلب على الطلب الحقيقي على النقود، فالعلاقة عكسية. أي بمعنى آخر الآن إذا نقلنا كي صب واي للطرف الأيسر نحصل على الطلب الحقيقي على النقود، مطروح منه الطلب لأغراض إتمام المعاملات transaction demand يساوي سالب بيتا في R، بيتا معامل 10 20 50 مهما كانت قيمته. إذا R تساوي حاصل قسمة M على سالب بيتا في P مستوى الأسعار زائد transaction demand قسم على بيتا، يعني معنى آخر قسمنا على سالب بيتا، هنا خلصنا من بيتا فبيطلع عندي بالطرف الأيمن أو الأيسر R تساوي هذه القيمة وهو توازن سوق النقود. إذا توازن سوق النقود هو حاصل قسمة يعني الماني ديمان ريل الطلب الحقيقي على النقود على سالب بيتا اللي هي معامل R زائد ترانزاكشن ديمان مقسم على بيتا. مثال، لنفترض بأن المستوى الأسعار يساوي واحد صحيح، الكي كنسبة من الدخل تساوي 10%، بيتا تساوي 100، الماني سبلاي بتحدد السلطة النقدية البنك المركزي في حالة الأردن أو مصر أو كثير من الدول، في سلطة نقدية ببعض الدول بتحددها، يعني الماني سبلاي بتحددها السلطة النقدية. عند التوازن الماني سبلاي يساوي الماني ديمان، أي الآن عرض النقد يساوي الطلب على النقد، وبالتالي الآن ماني ديماند money demand يساوي 0.1 في y، k تساوي 0.1 ناقص 100 r حسب المعادلة اللي قبل شوي توصلنا إلها وعدنا إلها حتى للتذكير فقط لا غير، r تساوي هذا الكلام هذا الكلام. فعندي الآن y بتبديل بسيط، المهم بين money demand تساوي money supply، فعندي 0.1y ناقص 100r تساوي الماني سبلاي تساوي 200. اذا 0.1y تساوي 200 زائد 100r، اذا الواي ستار تساوي 2000 اللي هي 100 على 0.1 زائد 100 على عفوا 200 على 0.1 تساوي 2000 و100 على 0.1 يساوي 1000. اذا هذا اللي هو واي تساوي 2000 زائد 1000r. مثال على التوازن بين السوقين اللي هو السوق السلع وسوق النقود، نفترض بأن معادلة الـ IS كانت كما يلي: Y تساوي 1700 ناقص 750 R على سبيل المثال، وكانت معادلة الـ M Y تساوي 1500 زائد 1000 R، ما يعني أنه الطرف الأيمن Y تساوي هذه القيمة، y تساوي هذه القيمة في معادلة IS، معادلة الM y بتساوي هون هذه القيمة والLM تساوي هذه القيمة، معنى ذلك أنه 1700 ناقص 750 R تساوي 1500 زائد 1000 R. عند حل هذه المعادلة نجد بأن R star تساوي 11.42% أو 11.42% كنسبة مئوية اللي هو سعر الفائدة، وواي بتكون 1614.2. لو بدي امثل ذلك بيانيا بكون عندي الان المحور الافقي واي، محور العمودي ار، عندي الاي اس هنا، ال ام هنا، اوكي التقاطع يحدث هنا، فبكون عندي التوازن بين السوقين قد حدث عند النقاط 1614.2 للانكم و 11.42 لسعر الفائدة، وأكون بذلك قد انتهيت بإذن الله. وإن شاء الله إلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.